وكل عائلات أبو سلامة، كما نشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد طه السيد من العقدة، وبالعقدة تزداد عقدة، شيخنا ممدوح جودة سعد مقيم بهرية لكنه من العقدة. كذلك نشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد عرفان عبد الوهاب، وهو أحب الأحباب وشرف لنا دخول تلك الأعتاب ابن الحميدية. كما نشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمود شكري، وإليه يزداد تقديري وشكري ابن قرية ميت يزيد، أما الشيخ محمد أبو عوض بالسنيطة أبو طوالة، له بين أهل القرآن منزلة دائما شغالة. أيها السادة، الآن نعود لساحة القرآن مع أجمل الحاضرين، ونحن إليه شاكرين بالجامع الأزهر من القراء ومن المقيمين، وبمحافظة الشرقية من المؤدبين، وبإذاعة القرآن من المبتهلين، شيخنا محمد مهدي شرف الدين يتفضل وجميعنا إليه شاكرين. السلام عليك يا أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الله 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 الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما إلا مبشرا
قل ما أسألكم عليه من أمر إلا من شاء إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب تعليق يا مولانا. الله الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وسبح بحمده وكفر به بذنوب عباده خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن
إذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد جعل الليل والنهار خلفة وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق وتوكل على الحق ربنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
سبحانك سبحانك لما تيسر من سورة الفرقان، أمتعنا العلم للقرآن، العلم لتلاوة القرآن، والمبتهل بإذاعة القرآن، والمؤذن بالجامع الأزهر منارة الإسلام، وابن مني القمح فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين.